الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهد الكريم الى حلقه جديده من هذه السلسله في تدبر ايات الله عز وجل في التامل في هدايات الله المتنزله في قرانه الكريم آه التي آه جعل لها هذا العنوان المبارك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. آه القران قص علينا قصه موسى عليه السلام مع عبد صالح. هذا العبد الصالح فتح الله عز وجل عليه فتوحات في باب العلم. واتاه من لدنه علما سبحانه. فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا العبد الصالح عبد مفتوح له في باب العلم وهبه الله من كنوز العلوم والمعارف ما وهب. وموسى عليه السلام يعلم صلاح هذا العبد ويعلم ما بارك الله له في علمه فقصده ليتعلم منه وهذه آه وقفه مهمه يعني موسى عليه السلام وهو النبي آه الذي يوحى له من فوق سبع سماوات وهو كليم الرحمن لا يستنكف ولا يستكبر ان يتعلم من غيره يعني بعض الناس آه يعني يحمله الكبر على ان لا يتعلم من الناس ولذلك كان يقال اثنان لا يتعلمان ال الذي يكون عنده الحياء الشديد من ال من السؤال او من طلب العلم او المتكبر المستكبر عن ان ياخذ علما من من غيره فهذان لا يتعلمان فموسى عليه السلام لم يستنكف ولم يستكبر ان يتعلم وفي في السيرة النبوية ان رجلا كان ياكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل بشماله فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال قال لا استطيع فحسن قال له لا استطعت يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم آه هذا الرجل منعه كبره واستكباره أن يتعلم أو أن يقبل توجيها من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقبل أن أن يوجه أحد أو أن يتلقى تعليما من أحد ولو كان هذا الموجه وكان هذا المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن موسى عليه السلام ما كان هذا حاله، كان متواضعا لله ليس عنده ثمه كبر يمنعه من التعلم من غيره فقطع المسافات الطويله في سبيل لغيا هذا العبد الصالح والقران حدثنا عن ذلك واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، حقبه يعني ازمان طويله يعني كان مستعد ان ينفق أن ينفق ما ينفق من عمره في سبيل هذه اللقيه، في سبيل هذا المقصد، أن يلقى هذا العبد الصالح المفتوح له في باب العلم ليتعلم منه. فقطع المسافات الطويله التي أخذت وقتا طويلا والتي كان فيها ما فيها من التعب، عبر عنه موسى عليه السلام، قال: لقد لقينا لما قال لغلامه: آتنا غداءنا، قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب والرهق والمشقه ف... ف... فاجتهد هذا الاجتهاد الكبير حتى وجد ذلك العبد الصالح فلما كان ما كان من اشتراط للعبد الصالح على موسى عليه السلام ان لا يساله عن شيء حتى يحدث له ذكرا من بعد يعني لكنه لا يساله ابتداء يعني مهما راى من تصرفات لا يساله عن شيء مطلقا بهذا الاطلاق وموسى عليه السلام وافق على هذا الشرط ان لا يسال عن شيء، لكنه ما استطاع صبرا، والعبد الصالح ابتداء قال له هذا: آه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ انك لن تستطيع معي صبرا، لكن موسى عليه السلام ابدى استعدادا للصبر آه وانه في سبيل هذه الصحبه المباركه التي يتعلم فيها من هذا العبد الصالح سيصبر لكنه ما استطاع صبرا ما استطاع صبرا على أشياء شاهدها تجري أمامه ورأى فيها ما رأى أول تلك الأمور كان أنه عندما ركب في السفينة فذلك العبد الصالح خرق السفينة فما استطاع موسى أن يصبر أن يرى هذا الفعل المنكر يقع امامه آه ثم يسكت قال له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا يعني كيف تفعل هذا الفعل؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا فالعبد الصالح قال له قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا اعتذر موسى عليه السلام فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله هنا أيضا ما استطاع صبره وهذه أعظم من تلك يعني في, في الأولى ربما كان هلاك من كان في السفينة متوقعا يعني لكنه ليس مؤكدا أما هنا فهو يرى بعينيه غلاما يقتل بغير ذنب جناه قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا جئت شيئا منكرا وللمرة الثانية يقول له العبد الصالح الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا نلاحظ في هذه المرة قال له الم اقل لك في المرة الاولى قال له قال الم اقل كلام عام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن في الثانية قال له قال ألم أقل لك أنت ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني إن جاءت الثالثة مني فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا طبعا هذه أخف الثلاث يعني أخف من خرق السفينة بما لا يقاس عليه. يعني أعظم تلك الثلاث قتل الغلام ثم خرق السفينة أما هذه الثالثة فموسى عليه السلام يبدي ضيقا بهؤلاء القوم الذين كان من سوء اخلاقهم ومن شحهم ومن بخلهم وانهم ما كانوا يعرفون للضيف حقا لا يكرمون ضيفا ولا فقال له ما داموا على هذه الحال فلماذا تبني في تبني لهم جدارا بلا مقابل يعني لو شئت لاتخذت عليه اجرا هم بهذه الحال ما استقبلونا ولا احسنوا ضيافتنا ولا عرفوا لنا حقا وما عرفوا لنا حقا فلماذا تبني لهم بغير مقابل لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك هذه الثالثه قد وقعت والان آه انفضت هذه الصحبه التي كانت مشروطه بعدم السؤال لكن قبل ان تنفض سيبين له قبل ان يفارقه سيبين له هذه الاشياء الغريبه التي وقعت له، فبين له انه خرق السفينه ليبقيها لاهلها، لانه كان وراء وراء اولئك المساكين الذين يعملون في البحر ملك ياخذ كل سفينه غصبه، فاذا وجد هذه السفينه قد خرقت ربما زهد فيها لهذا العيب الذي فيها فبقيت لاهلها يعني. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هذا الغلام كان أبواه مؤمنين وهذا الغلام في علم الله عز وجل أنه إذا شب وكبر وهكذا شقي به أبواه لأنه لن يكون غير كافر عاق لوالديه فلا يلقى منه إلا إلا السوء وإلا العقوق وإلا الشر فكان في في ذهابه راحة للأبوين الصالحين المؤمنين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخريا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري هذه مهمه جدا ما فعلته عن امري كل هذه الاشياء الغريبه التي رايت غرابتها انا ما فعلتها من تلقاء نفسي وانما كلها بامر من الله عز وجل يعني الله عز وجل هو الذي امره ان يخرق السفينه والله عز وجل هو الذي امره ان يقتل الغلام والله عز وجل هو الذي امره ان يبني الجدار هذه الاشياء كلها هو مامور بها ما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه، هذه هذا الكلام من العبد الصالح يغلق الباب تماما اما باب فتنه كبيره يمكن ان تقع في دنيا الناس ان ياتي انسان يقول للناس انا افعل اشياء في ظاهرها انها منكره، في ظاهرها انها قبيحه، لكن مآلاتها كلها خير وكلها صواب، فإذا حاجه الناس قال لهم الم تقرأ القران؟ اما رايتم العبد الصالح يقتل الغلام ويخرق السفينه مثل هذا يقول يقال له ابدا العبد الصالح قال ما فعلته عن امري يعني هذا الذي فعله كله بامر الله فمن اين لك امر من الله في هذه الاشياء التي تدعي انها منكر في ظاهرها لكنها في باطنها الخير وفي باطنها الصواب هذا الباب قد اغلق يعني كل امر وقع قبل ختام الرسالات بنبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قص علينا أن هناك أنبياء نحن لا نعرفهم ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك يعني كثير من الأنبياء وهناك رجالا لا نعرف هل كانوا أنبياء أو كانوا في درجة و... والله عز وجل أوحى في زمان سابق إلى غير أنبياء أوحى إلى مريم عليه السلام وهذا العبد الصالح الله عز وجل اوحى اليه المهم ان هذا الباب قد اغلق بخاتم الرسالات وبخاتم النبوات فليس لاحد ان ياتي ليقول انه يوحي اليه ان يفعل كذا وان يترك كذا بوحي وبامر من الله وعلى هذا في القران ما عاتب موسى عليه السلام يعني ما عاتبه في انه انكر على ذلك العبد الصالح موسى عليه السلام يعلم ان هذا من سادات الصالحين ويعلم منزلته عند الله ويعلم ان الله قد فتح له ما فتح من ابواب الرحمه والبركه والخير لكنه مع ذلك عندما وقع منه هذا الشيء الذي في ظاهره المنكر انكر مباشره ولم ينتظر ليقول والله هذا عبد صالح ومفتوح له وهكذا وهذا هو حال المسلم انه ينظر في الفعل فان وجد منكرا انكره ولو فعله سيد من ساده الصالحين. وان وجد خيرا ايده وباركه وان فعله سفيه وان فعله فاسق وان فعله فالفعل في اصله لا في الذي فعله. هذا هو منهج الاسلام في الحكم على هذه الاشياء. وهو منهج موجود في سيره نبينا صلى الله عليه وسلم وواضح كل الوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان كان سيدا من سادات قريش هذا الحلف قام على نصرة المظلوم وعلى الوقوف في وجه الظالم وعلى رد الحقوق وكان سبب ذلك الحلف أن رجلا غريبا جاء من خارج مكة وأخذ ماله واحدا من, من القرشيين وما رد له هذا المال فالرجل اخذ يطوف بالناس ويقول لهم يعني انه قد وقع به الظلم واظلم في البيت عند اهل البيت الحرام وهكذا فاجتمع ساده قريش على هذا الحلف انهم يقومون بالحقوق حتى يردوها الى اهلها ويغفون في وجه الظالم، هذا الحلف صلى الله عليه وسلم دخل فيه قبل البعثه وتذكره بعد زمان طويل من بعثته صلى الله عليه وسلم، وقال ونوه به واشاد به و و وشرفه بالحديث، قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا قديما في الجاهليه يعني ما احب ان لي به حمر النعم، ولو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. لا حلف نهض له مشركون يعبدون الاصنام، عبدت اوثان وعبدت اصنام لكن مضمون الحلف والذي قام عليه الحلف كله خير وكله صواب وكله عدل يقوم على رد المظالم وعلى الوقوف في وجه الظالم صلى الله عليه يقول لو دعي الى مثل هذا الحلف الذي دعا له مشركون لاجاب حتى وان كانت الدعوه من غير مسلم فهذا هو حال المسلم انه ينظر في الدعوات وينظر في الافكار وينظر في كل امر من الامور فان وجد خيرا وجد صلاحا وجد برا كان اسرع الناس استجابه وان وجد غير ذلك كان اولى الناس بالانكار وبالتوقف آه الله نسال ان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان ينفعنا بالقران وبما فيه من هدى ونور وضياء والسلام عليكم ورحمه الله